الأعزاء، أيتها السيدات والسادة، باسم الفرع الإقليمي لمكناس لحزب التقدم والاشتراكية، أشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة، وباسمكم جميعا أرحب بالإخوة الأستاذ عميد كلية الحقوق بمكناس الأخ عبد الغني بوعيات، أستاذ حاجب القصمي أستاذ بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، أخ غزوي الرفيق رئيس نائب رئيس الشبكة الجمعوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والرفيقة نادية التهامي عضوة الديوان السياسي للحزب ورئيسة هذه الندوة. في البداية أعطي الكلمة للرفيقة نادية لوضع توطئة وكذلك لتقديم مداخلات الإخوة الأساتذة مشكورين. شكرا الرفيق الزعيم حسن. أولا أود في البداية أن أرحب بجميع الرفيقات والرفاق، جميع مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية، وأرحب بجميع الحضور الكريم. ثانيا أود كذلك أن أشكر الرفيق الزعيم الكاتب الإقليمي لجماعة مكناس وأعضاء الذين سهروا على تنظيم هذا اللقاء الذي سيكون إن شاء الله في غاية الأهمية. الشكر كذلك موصول للأساتذة الأجلاء، الأستاذ بوعياد الغني، الأستاذ حجيب القاسمي، الأستاذ منير الغزوي. وهذا لابد أن أعطي توطئة على أهمية هذا اللقاء وكذلك السيرورة ديالو والإطار العام ديالو. هذا اللقاء الذي ننظمه اليوم بمدينة مكناس حول الاقتصاد التضامني والاجتماعي يندرج في إطار سلسلة من منتديات النقاش الموضوعاتي التي أطلقها حزب التقدم الاشتراكية بمجموعة من المناطق المغربية، هدفها خلق وتعميق النقاش والتفكير حول النموذج التنموي الجديد الذي نادى به صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2017. وكانت هذه مناسبة خلال المؤتمر الوطني بحيث كانت هناك فرصة لمناقشة الوثيقة التي كانت لها أهمية كبرى، ثم بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة أكتوبر 2018 جدد صاحب الجلالة الحديث عن النموذج التنموي الجديد وأعلن عن تشكيل لجنة وطنية لتلقي مقترحات جميع الأحزاب الوطنية وكذلك جميع الهيئات، بعض الهيئات والمنظمات الأخرى. جاءت الجامعة السنوية التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية بعد غدات الخطاب السامي لصاحب الجلالة، وشكلت هذه الجامعة حدثا حزبيا ووطنيا من خلال مناقشة مجموعة من المواضيع التي لها أهميتها في وضع تصور متكامل حول المشروع التنموي، وكذلك من خلال الشخصيات الوازنة والكبرى والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين شاركوا فيها، وكذلك جودة المداخلات وجدية النقاش. طبعا الحزب أو الأمر الذي استفاد منه الحزب لإغناء مقاربته وتدقيق مقترحاته، وقصد إثراء وإغناء هذا النقاش وإشراك عدد من المناضلات والمناضلين وعدد من الرفيقات والرفاق، قررنا في المكتب السياسي تنظيم ما سميناه بمنتديات النقاش الموضوعاتي حول النموذج التنموي. تم تنظيم مجموعة من النقاشات أو اللقاءات، الأول كان بمدينة مراكش حول البعد الاجتماعي،
الثاني بأكادير حول موضوع السياحة المستدامة، الثالث بالقنيطرة حول إشكالية الفلاحة، الرابع بالرباط حول التعليم، الخامس بالدار البيضاء حول التصنيع، واليوم بمكناس حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بخصوص لقاؤنا اليوم والذي يساهم فيه شلة من الأساتذة الأفاضل، يعتبر ذو أهمية بالغة باعتبار الاقتصاد التضامني والاجتماعي عنصرا أساسيا في محاربة الفقر، عاملا للإدماج الاقتصادي، وكفيل بخلق فرص الشغل، ويسمح ببناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط على مستوى السوق، ولكن أيضا على مختلف أشكال التنظيمات الحاملة لقيم التضامن والتعاون والتقاسم والاستعمال المشترك للوسائل والإمكانات. ولقد سبق لحزبنا أن نظم عدة لقاءات في هذا المجال، مائدة مستديرة مع الشبكة المغربية للاقتصاد التضامني والاجتماعي، وكانت مجموعة من المحاضرات في مجموعة من المدن المغربية. أما اختيار مدينة مكناس التي تنتمي إلى جهة فاس مكناس، فلم يأتي صدفة أو عبثا، فهي منطقة تمتاز بإنتاج المحاصيل الزراعية، إنتاج الزيوت، إنتاج العنب، المنتوجات المميزة للمنطقة. يمثل النسيج التعاوني فيها حوالي 1835 جمعية تعاونية إلى حدود ديسمبر 2015، تمثل نسبة 11.7 من مجموع التعاونيات على المستوى الوطني، تضم 36093 منخرطا بنسبة 6.7 من مجموع منخرطي التعاونيات الوطنية. وبالرغم من كون أنشطة التعاونيات المغربية تشمل أكثر من 20 قطاع، فإن تعاونية جهة فاس مكناس تنشط بشكل كبير في 6 قطاعات رئيسية. أولاً كان هناك قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الإسكان، قطاعات الغابات والنباتات، الطبية والعطرية ومحو الأمية. النسبة العاملة النشيطة في قطاع الفلاحة والصناعة التقليدية مرتبط كله بالمؤهلات الفلاحية والحرفية للجهة. نلتقي رفيقاتي رفاق اليوم بمكناس بحضور خبراء خبير الميدان في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني رافع لنموذج تنموي جديد. نلتقي لنعمق النقاش والتفكير حول هذا الموضوع الذي سيؤطره كل من أستاذ عبد الغني بوعياد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أستاذ حجيب القاسمي أستاذ بالمدرسة الوطنية للزراعة مكناس، أستاذ منير الغزوي نائب رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد التضامني والاجتماعي. ولكي لا أطيل سوف أعطي الكلمة مباشرة للأستاذ بوعياد الغني لإلقاء مداخلته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأساتذة، السادة وسائل الإعلام والصحافة، أيها الحضور الكريم، كل بصفته. أولا أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لهذه الندوة اللي كتحمل عنوان آني، عنوان جد مهم، عنوان الاقتصاد الاجتماعي التضامني كرافعة لتنمية المغرب. فسأحاول أن أقدم مداخلتي باللغة الفرنسية لسبب بسيط، وأنني توصلت بالعنوان باللغة الفرنسية وحضرت المداخلة باللغة الفرنسية، ولكن يمكنني الإجابة من بعد على تساؤلتكم باللغة العربية. العنوان اللي تم اختيار ديالو بعد ما شفت العنوان ديال الندوة، ليكونومي سوسيال اي سوليدار كيل اوبورتونيتي بور ليكونومي ماروكين. Pourquoi le choix d'un tel sujet, un sujet d'actualité par excellence. Nous avons constaté ces dernières années que le taux de croissance de l'économie marocaine, elle est là, mais malheureusement, on n'a pas une croissance inclusive,
comme l'a rappelé Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que le Dieu le glorifie, dans plusieurs discours. Donc la croissance n'est pas inclusive, il faut trouver une solution. La solution, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi je me suis posé la question, quelle opportunité pour l'économie marocaine? Lorsqu'on évoque l'économie sociale, c'est une organisation dont l'objectif, c'est de satisfaire les besoins de leurs membres, et la nouveauté, c'est selon une gouvernance démocratique. Chaque adhérent a une voix. C'est la nouveauté, ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Comme exemple, les associations, les coopératives. Lorsqu'on parle de l'économie solidaire, c'est l'organisation d'utilité sociale. C'est-à-dire que la rationalité de cette économie solidaire, ça devrait être la maximisation de l'utilité sociale. Lorsqu'on évoque l'économie sociale et solidaire, il est important de rappeler les doubles dimensions de l'économie sociale et solidaire. D'abord, une dimension de réparation sociale, aide aux personnes en situation de vulnérabilité et de précarité. Et là, on se demande pourquoi. Parce que malheureusement, le marché, comme on apprend à nos étudiants, c'est le marché, c'est bien le marché qu'on peut établir et qu'on peut y arriver à l'équilibre. Malheureusement, ce marché-là n'a pas abouti à un équilibre. On a bien sûr ceux qui profitent du marché et ceux qui ne profitent pas du marché. On a bien sûr des exclus, on a bien sûr des personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité et de précarité. Que faut-il faire? Il est important de rappeler que la solution, c'est le secteur, un secteur économique nouveau, c'est l'économie sociale et solidaire, et on espère bien, bien sûr, qu'il participe à la création de la richesse, à l'amélioration du niveau de vie de la population, à la lutte contre le chômage, à la création de la valeur. Donc, voilà ce qu'on attend, ce que nous attendons, bien sûr, de cette économie sociale et solidaire. Lorsque je parle de l'économie sociale et solidaire, il s'agit là d'une croissance inclusive. Il concerne plusieurs secteurs. Ça concerne une croissance multisectorielle. On espère bien via ce secteur-là une redistribution équitable des revenus, parce que malheureusement, le marché n'a pas pu assurer une telle redistribution équitable. Une utilisation productive des ressources et un accès équitable aux opportunités existantes. La question qui m'a interpellé, j'essaierai de répondre rapidement à cette interrogation, c'est dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire constitue une opportunité pour l'économie marocaine. Et bien sûr, si la réponse est affirmative, on devrait se poser une autre question. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour accompagner et pour donner un coup de souffle à cette économie sociale et solidaire? Donc pour répondre, j'essaierai de traiter rapidement trois axes. Le contexte macroéconomique du Maroc, l'état des lieux de l'économie sociale et solidaire et les stratégies nationales de développement. Lorsque on veut bien assimiler le contexte économique, macroéconomique du Maroc depuis 2000, depuis le début du troisième millénaire, il est important de rappeler qu'au Maroc, on a pu réaliser un taux de croissance soutenu. C'est vrai qu'il est entre 2 et 5%, mais quand même, c'est un taux de croissance positif depuis plusieurs années. Un taux de croissance soutenu, une inflation maîtrisée, mais malheureusement, ce taux de croissance s'est accompagné par la vulnérabilité et par, bien sûr, la montée en flèche du taux de chômage et en particulier du taux de chômage des jeunes en général et des jeunes diplômés en particulier. Donc si on prend les statistiques internationales et si je prends l'indicateur de développement humain, on s'aperçoit qu'on a un retard considérable. On est 123e, donc à partir d'une population totale de 187.
Donc, c'est des statistiques pour l'année 2017. Donc, la croissance, elle est là, mais malheureusement, la précarité, la pauvreté, le chômage persistent. On a bien sûr un faible revenu. On a des disparités qui sont énormes et une présence du secteur informel. Quels sont les défis de cette inclusion sociale? Donc, le taux de croissance, elle est là, mais les inégalités sont là aussi. On n'a pas pu réduire les inégalités. Cette croissance n'a pas profité à tout le monde. Ça a profité, bien sûr, juste à une infime partie. Le chômage, elle est là. Et ce qui est quand même malheureux, c'est le chômage des jeunes diplômés qui restent fortement liés à l'inadéquation formation-emploi. Lors des discours du 20 août de Sa Majesté le Roi, il a beaucoup insisté sur l'inadéquation formation-emploi et bien sûr les réformes à mettre en place au niveau de l'éducation nationale en général, l'université en particulier, pour bien sûr donner un coup de souffle à l'employabilité des jeunes. Le taux de scolarisation demeure très faible. Le taux de scolarisation au niveau secondaire, au niveau universitaire, c'est encore très 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 faible, même si on parle de sur-effectif dans certains établissements. La faculté que je dirige, la faculté du droit, j'ai plus de 24 000 étudiants. C'est énorme, mais malgré tout cela, lorsqu'on prend la part des étudiants au niveau, de l'enseignement supérieur, ça reste très très faible. L'accès aux services de la santé demeure aussi très inquiétant. Qu'en est-il de l'inclusion territoriale? Premier constat, la croissance, elle est là, croissance soutenue depuis 2000, mais malheureusement, d'après les premiers résultats, d'après les résultats et d'après les statistiques, on a une inégalité des revenus entre le milieu rural et le milieu urbain. Inégalité entre l'autre des services de l'éducation et de la santé entre le milieu rural et le milieu urbain. Inégalité au niveau du taux d'analphabétisme, toujours entre le milieu urbain et rural. Quels sont les défis de cette économie sociale et solidaire? D'abord, l'entreprise. Lorsqu'on prend les acteurs les plus dynamiques dans l'économie nationale, on a deux principaux acteurs. L'entreprise, c'est-à-dire le secteur privé, et bien sûr l'État. Les deux ont malheureusement atteint leurs limites. Si je prends le cas de l'entreprise, qui est censée créer la richesse, créer la valeur, lutter contre l'emploi, on a des entreprises qui sont, généralement des petites et moyennes entreprises. Je dirais même des toutes petites et moyennes, des toutes petites entreprises. Une bonne partie qui appartiennent au secteur informel, qui sont sous-capitalisées, qui ont des problèmes au niveau de l'encadrement, qui ont un problème au niveau de financement. Le résultat est, là, ce que la création de valeur de ces petites et moyennes entreprises demeure très forte. Qu'en est-il de l'État, qui devrait jouer un rôle de premier plan et qui devrait normalement accompagner ces entreprises? L'État ne sait plus à quel sens se vouer. L'État, bien sûr, essaye par tous les moyens de réduire son intervention dans l'économie et de se désengager de l'activité économique via la privatisation. Devant un tel marte, devant une telle mutation, il est important de voir autre chose. C'est autre chose, c'est l'économie sociale et solidaire qui est interpellée à jouer un rôle de premier plan pour injecter un nouveau souffle aux performances de la croissance. L'entreprise et l'État demeurent bien sûr des acteurs incontournables, mais leur intervention demeure insuffisante. Il faut donner un coup de souffle via l'économie sociale et solidaire. Le deuxième axe que je vais essayer de traiter, c'est l'état des lieux de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Il est important de rappeler que cette économie sociale et solidaire, depuis pas mal de décennies, connaît un succès, un essor remarquable. Il suscite un intérêt grandissant, une meilleure visibilité pour les pouvoirs publics. Donc, on a constaté ces dernières années
l'omniprésence de cette économie sociale et qui concerne plusieurs activités. D'abord, la création et l'accompagnement de pas mal de projets locaux de développement, dont la microfinance, l'alphabétisation, la santé, l'infrastructure locale et les équipements de base. On s'aperçoit que cette économie sociale et solidaire prend de la place de l'État. Là où il y a des déficits, donc essayer d'intervenir pour combler un tel déficit. Si je prends l'exemple de l'UNDH, qui poursuit son objectif premier, la lutte contre la pauvreté, la précarité, l'exclusion sociale. C'est vrai, on n'est pas là pour porter un bilan de l'UNDH, ce n'est pas le moment et ce n'est pas le moment opportun. Mais il est important de rappeler quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été accomplis. Plus de 9,7 millions de bénéficiaires directs et indirects qui sont concernés par la réalisation de 38 341 projets et 8 294 actions de développement dans 7 432 activités génératrices de revenus. Donc, il y a un effort, il y a une contribution de l'UNDH pour lutter contre la pauvreté et bien sûr la lutte contre l'exclusion, comme j'ai souligné, que je ne suis pas là pour bien sûr porter un jugement sur l'UNDH, mais de faire un livre. Quels sont les principaux acteurs de l'économie sociale et solidaire? On a les coopératives, et là, ce secteur devenu de plus en plus attractif et s'intègre de plus en plus avec force dans l'économie nationale. Et on s'aperçoit de 2004 à 2005, il y a quand même une croissance spectaculaire. On est passé de 4827 coopératives à 15735 coopératives. Donc vous voyez très bien que le taux de nouvelles créations a grimpé de 187% depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a un effort, donc en espérant que cet effort continuera pour apporter bien sûr des fruits dans les années à venir. Qu'en est-il des associations? C'est le même constat. Donc, le nombre des associations recensées et a connu une hausse considérable, passant à 130 000 en 2016 contre 116 000 en 2014. Donc, on a différentes associations. Et bien sûr, si je prends les 12 associations de microcrédit seules, donc en activité, ils emploient plus de 6 000 employés. Donc, vous voyez très bien, il y a une contribution de ce secteur à la création de l'emploi et à la création de valeur. Donc, le modèle marocain de l'économie sociale et solidaire, c'est un modèle qui est là, est assez début. Donc, on a des résultats positifs. Il y a des efforts encore à fournir. Donc, c'est un modèle à renforcer, consolider. Il est important de dynamiser les institutions sociales et, bien sûr, d'accompagner les projets générateurs de revenus. Quelles sont les recommandations, les stratégies dont la prise en considération pourrait donner un nouveau souffle à cette économie sociale et solidaire? Il faut adopter un cadre juridique attractif. Il faut prévoir des lois pour renforcer, bien sûr, les règles d'une bonne gouvernance pour dynamiser un tel secteur. Favoriser l'accès des produits de l'économie sociale et solidaire à travers l'organisation des salons nationaux, mais également régionaux, je dirais même internationaux, faire des marketing. Essayer, bien sûr, de préserver les acquis, de conquérir de nouveaux parts de marché. Faciliter aux organisations de l'économie sociale et solidaire l'accès au financement et les procédures d'obtention des subventions. Et là, on interpelle l'État. Mettre en place un dispositif d'accompagnement afin de faciliter les procédures, les démarches administratives au niveau, bien sûr, de l'élaboration des business plans, de recherche, de financement, l'accès à des formations. Et là, c'est le rôle des instituts de formation, c'est le rôle des universités qui est interpellé pour former, bien sûr, des compétences pour accompagner ces projets de générateurs de revenus. Donc, pour conclure, pour certains, l'économie sociale et solidaire constitue une opportunité. Il permet de créer de la richesse, de lutter contre le chômage, de créer de la valeur, d'améliorer l'employabilité, d'encourager et de promouvoir même cet esprit d'entrepreneuriat, entrepreneuriat social, de créer de
la richesse pour l'économie nationale, que ce soit au niveau local, régional, national. Mais pour d'autres, malheureusement, ça constitue toujours, heureusement, une activité exclusivement bénévole, avec un prétexte administratif. C'est pourquoi il faut de nouvelles lois pour renforcer le rôle et le poids de cette économie sociale et bien sûr pour donner un nouveau souffle à cette économie sociale, on a intérêt à innover, à s'internationaliser et renforcer notre modèle de développement économique qui devrait s'appuyer sur un troisième pilier au-delà de l'entreprise, au-delà de l'État, devrait s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire. L'emploi social et solidaire, c'est un levier de création de richesses, de promotion d'emploi, d'inclusion, de lutte contre l'exclusion. Voilà, bien sûr, le label de cette économie sociale et solidaire. On devrait, bien sûr, concilier entre la solidarité et la modernité de notre modèle de développement économique. Voilà ce que j'essaie de vous dire rapidement. Je tiens à vous remercier et je me reste à votre exposition. يعني لماذا الاقتصاد التضامني والاجتماعي رغم ان هناك النمو الذي يصل الى 5% ولكن كيبقى ان البديل هو الاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي ربما انه يكون الذي يعني رافع للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في نفس الوقت بالنسبه للمغرب. ثانيا أعطى لماذا هذا الاقتصاد التضامني والاجتماعي وذكر مؤشرات التنمية البشرية وفعلا هناك مجموعة من المؤشرات التي لا زالت تعرف مثلا مؤشر الهشاشة، مؤشر الفقر، مؤشر الإقصاء، يعني يقول الأستاذ بأنهم ما زال موجودين ولهذا جاء هذا البديل الذي هو الاقتصاد التضامني والاجتماعي. السؤال الذي طرحه الأستاذ ونطرحه كلنا أن ما هي الاستراتيجيات التي يجب أن تواكب هذا الاقتصاد التضامني والاجتماعي؟ وقال بأن هناك نموذج يعني تنموي غير مدمج اجتماعيا لم يخلق مناصب الشغل بالشكل الكافي رغم أن النمو هو في تواصل لكن لا زالت هناك يعني مؤشرات اقتصادية اجتماعية ضعيفة. تكلم الأستاذ الأخير عن ما هي التحديات لهذا الاقتصاد التضامني والاجتماعي وذكر بأن هناك مواكبة ديال القطاع الخاص والدولة كفاعلين والمقاولة التي يجب أن تخلق الثروة التي يجب أن تخلق يعني فرص الشغل. إذا يجب أن يكون هناك تعزيز وتجديد وتكريس لهذا البديل القطاع الاقتصادي والتضامني. بعد ذلك خلص الأستاذ عن إلى مؤهلات ومرتكزات لهذا الاقتصاد التضامني والاجتماعي وتكلم عن التعاونيات وتكلم عن جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل خاصة في إطار ليزاجير ليزاكتيفيتي جينيراتريس دو روفوني وقال بأن هناك مجهود لكن يجب أن يبذل مجهود كبير آخر. لينتهي الأستاذ ببعض التوصيات. أولا وقبل كل شيء وهذا هو اللي كنا كنناقشوا في اطار المائده المستديره اللي نظمها حزب التقدم الاشتراكي في المقر المركزي بالرباط يجب وضع اطار قانوني لهذا القطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي. وذكر الاستاذ في هذه التوصيات شيء مهم جدا اللي كنوجدوه يوميا في يعني في الواقع المعاش بالنسبه للجمعيات وبالنسبه للتعاونيات الا وهو خلق يعني مجال لعرض المنتوجات ولعرض يعني محليا جهويا ودوليا وهذا اشكال واكراه مهم يعني كبير بالنسبه للاقتصاد.
الانتصار التضامني والاجتماعي، لينتهي الاستاذ بان يجب ان تكون هنا يوم يكون هناك اسبيبي تتبع اكونبانيمون مواكبه، يجب اتخاذ التدابير متعدده لانعاش هذا الاقتصاد التضامني والاجتماعي. كنتمنى انني نكون وصلت الفكره كما هي. الكلمه الان الى الاستاذ من الزراعه المكناس، تفضل استاذ. مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة. بداية أود أن أعبر عن شعوري بالسعادة أنني من بينكم وكذلك أشارك معكم في هذه الندوة القيمة، ولا سيما أننا سنتكلم على الموضوع اللي هو لنا ارتباط به كبير، وهذا واحد نوع من النضال نحن واخذينه عند تحليلنا لك كأستاذ التصور في الفلاحة، اعتبرنا أن لنا ارتباط بالعالم القروي وما ذكر العالم القروي اللي هو محتاج بطريقة يعني كبيرة لهذا النوع من الاقتصاد، اللي ربما أنه الإشكالية الكبرى تتضع في العالم القروي، وبالتالي أن هذا حل الكل إن شاء الله عليه. ثانيا أنه باعتبار أنني منسق الشبكة الجمعوية للبنية التشاركية للكناس، واللي هي واخدة على عاتق ديالها واحد عدة أمور اللي نوضوا بهذا القطاع، فلدى شراكة مع المكتب الوطني لتنمية التعاون، وكذلك لنا شراكة مع الجهات فاس الكناس في هذا الميدان بالذات اللي هو ميدان الاقتصاد الاجتماعي التضامني. والسنة المنصرمة كنا احنا من المشرفين على المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وكذلك على وضع استراتيجيه لهذا النوع من الاقتصاد في الجهه ديالنا. وهذا هو الحقيقه الموضوع ديال المداخله ديالي، بعد ما نوجه الشكر للمنظمين المكتب الاقليمي لحزب الاشتراك حزب التقدم والاشتراكيه بعملات الناس، وعلى راسهم السيد زعيم. ففي الحقيقة الشكر هو جد مهم، وعدة مراحل كنا نتكلم على هذا الموضوع مع السيد زعيم، ونقول بأنه لابد أن الحزب سيأخذ مبادرة في هذا الميدان، اللي هو واحد الميدان اللي قريب في الحقيقة للمبادئ ديال الحزب، باعتبار أننا نتكلم على الاقتصاد يعني الاجتماعي، وهو الحقيقة في داخل يعني في المضمون ديال الهدف ديال الحزب التقدم المشترك. فالعنوان اللي حقيقة اقترحته في هذا هو مرتبط بالعالم ديالنا داخل الجهه، وهو في افق وضع استراتيجيه للاقتصاد الاجتماعي التضامني، او استراتيجيه جهويه للاقتصاد الاجتماعي التضامني. فغادي نكمل هذا المداخله ديالي، غادي نحاول انني نعرف الاقتصاد الاجتماعي التضامني من المنظور ديالي. فكان المداخله ديال سي بوعياد انها متوفيه لجميع الشروط فيما يخص هذا، ولكن هناك باش يمكننا نكونوا ملمين بهذا الميدان لابد ان كل واحد يعطي واحد لونغ دو فيو ديالو، يعني واحد مقاربه ولا واحد وجهه نظر اللي تتعطي واحد حتى تكون عند يعني المستمع تكون عنده هذيك النظره ستيريوسكوبيه، هذه النظره ثلاثيه الاداء. فغادي ان شاء الله غادي نكون بتعليق هذا الباب هذا. كذلك غادي نتكلم على الاسس ديال اي استراتيجيه اللي غادي نديروها في الجهه، فما هي الاسس ديالها، وهذا هو اللي غادي نحاول انني نساهم به في هذا اللقاء الصحيح. اذا حقيقه البدايه غادي تكون على واحد يعني مقتضى من خطاب صاحب الجلاله التي فيروز هاتين اللي قال فيها هذا الخطاب، وهنا تيأسس هذا الاقتصاد الاجتماعي التضامني، والبداية الحقيقية ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني علما أنه الاعتراف ديال المغرب بالاقتصاد الاجتماعي الاعتراف بمراوغات الاقتصاد هو بديل في 1908 اعتراف بالقوانين ديال رغم أن نقترح ديالنا هناك عدة مؤشرات تتبين على أن كنا متضامنين، كنا مهداف التفيزة طارت هذا كله بالدوائر في هذه العمليه، ولكن يعني مؤسساتيا كانت 1958 هو ظهور ديال القانون ديال التعاونيات،
يلي القانون كذلك فيما يخص التعرضيه 1963، ولكن ربما نقول بان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كراغب من روافد ديال الاقتصاد ما غادي يبقى يعني اعتراض ديال الدوله الا مع بدايه القرن 21، شراء جديد ابقى قديم جديد. اذا تنتمت من الخطاب ديال صاحب الجلاله ديال 30 يوليوز، قال فيه لا مكان للتنميه الاجتماعيه بدون تنميه اقتصاديه مما يستوجب بناء اقتصاد جديد. لان هذا المفهوم جديد للتنميه والنموذج التنموي، فهو في الحقيقه لا تضع النموذج التنموي، فهو النموذج التنموي راه بدانها صاحب الجلاله من البدايه ديالو دائما، الا انه ذكرنا به لان خصنا نعاودوا نزيدوا نجددوا، فما تتعنيش انه اللي فات راه ما كانش في هذه الحقيقه، فهو كان دائما نبحث على نموذج جديد ان شاء الله يعني بعد 21 عام. فعلا درنا نموذج جديد بعد 20 عام ديال الحكم ديال صاحب الجلاله، راه غادي نقولوا لنا راه كان الوقت. اذا قلت بانه قال بانه لا مكان للتنميه الاجتماعيه بدون تنميه اقتصاديه مما يستوجب بناء اقتصاد جديد قادر على مواكبه العولمه المهمه ورفع تحدياتها. وإذا كنا نعتني باقتصاد السوق، لأنه هنا الآن اقتصاد السوق، وهنا من اللي نعرفوا بأنه الاقتصاد الاجتماعي التضامني لا يتنافى مع اقتصاد السوق، فهو داخل في اقتصاد السوق، إلا أنه لعب دور أسس في الإنتاج أكثر ما هي في القضية ديالته. وإن كنا لا نعتني باقتصاد، كنا نعتني باقتصاد السوق، فهذا لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق، بل يعني اقتصادا اجتماعيا تنتسج فيه الفعالية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، لأن هذا هو النوع ديال العلاج. فهذا الخطاب كان في 2000، فجات الأمم المتحدة في 2015 لوضع الأجندة 2030، الآن تدعو بها في أهداف التنمية المستدامة وما يسمى بالأجندة 2030، بعدما انتهينا مع الأهداف الألفية للتنمية اللي كانت ما بين 2000 حتى 2015 لمنبثقة على ريو 1992 الروندا بالفيان. فالشعار اللي عطات الامم المتحده لهذا الاجندا 2030 اهداف التنميه المستدامه هو حقيقه ترجمه شي شويه صعيبه، ولكن نقولها بالانجليزيه وترجموا، ولكن الترجمه ديالها كالصحوة نو وان بيهايند، يعني لا نترك احدا من خلفنا او في الخلف. فهذا يعني انه حتى ادماج كل مواطن ومواطن في عمليه التنميه المستدامه. فهذه الكلمه هذه لها دلالات. اولا انا بالنسبه لي عندما كانت قراءه ديال الخطاب صاحب الجلاله وهذا، فهو كان يتكلم على انه لا نريد ان نترك اي احد من خلفنا في هذا يعني هذا المسار التنموي اللي حنا عايشين. فاذا هذا جد مهم، هو ارتباط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منظومه التنميه المستدامه، ولا سيما في اهداف التنميه المستدامه للمغرب، انه مطالب انه يوضع يعني خطه واضحه فيما يخص تفعيل اهداف التنميه المستدامه. اللي احنا الان يعني مطالبين ان نوضعوا واحد ما يسمى بالرابور فولونتير في 2014 باش نقدمه للامم المتحده ونقولوا بانه ماذا سوف نعمل المغرب، ما هي الاستراتيجيات، ما هي كيف يمكن ان يكيف السياسات العموميه مع اهداف التنميه المستدامه، وهذا هو اللي يواجه. فنحن لابد اننا هذا النموذج الاقتصادي او النموذج ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني يجب ان يكون من بين الاهتمامات ديال البرنامج المغرب فيما يخص تفعيل التنميه المستدامه، وهذو ادوار الاحزاب. وهنا تنشكر الشكر الجزيل للحزب التقدم الاشتراكيه في هذا الميدان، لانه ميدان جد مهم. حنا بعشر الاقتصاديين تنفهموا الاهداف ديالو، لكن هناك اكراهات اللي غادي تكلم عليها باش نوضعوا لها استراتيجيات باش يمكننا نعالجوها في القريب ان شاء الله. اذا لابد انني نتكلم على تعريف هذا الاقتصاد الاجتماعي التضامني من وجهه نظري، باش نقول لكم بانه لابد ما خاص نعطي واحد النظره اخرى. فبالنسبه لي انا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو بالفعل له عده يعني مبادئ اولا تجتمع عليها، هي الانشطه الاقتصاديه او تنظيم ديال الانشطه الاقتصاديه اللي ما تيكونش مبني على الراس مال،
هذا هو في تجيل فهل النوع ديال الاقتصاد هو اولا على راس المال. تعرفوا حنا انه الاقتصاد الراسمالي انه مول الشكره هو اللي يتحكم في الدوائر اخذ القرار داخل المقاوله. فالاقتصاد الجماعي هو كل مقاوله اللي مقاوله وزعما دائما تسمى نوتوكيز مقاوله اللي مبادئ ديال التدبير ديالها مختلف على الاقتصاد باعتبار انه اولا الراس مال ديال المقاوله الاجتماعيه هو الراس المال البشري. فالعنصر البشري هو الاساس. ثانيا التدبير، طريقه التدبير. فاذا كان الاقتصاد الاجتماعي الاقتصاد الراسمالي انه صاحب الاسهم لكثير هو صاحب الكلمه الكبرى داخل اخذ القرار، ففي المنظومه ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني تكون وان مان وان فويس، يعني كاينه ديمقراطيه في التسيير ما بين اخذين وفاعلين. هذا الامر الثاني. ثالثا واللي هو جد مهم في هذه البلدان ان المقاوله الراسماليه غير يعني مطالبه بانها تساهم اجتماعيا. فالان تتكلموا على كاين واحد ما يسمى بالار اس ال، يعني المسؤوليه الاجتماعيه والليليه للشركات، فهي غير مساله تحفيزيه، غير يعني ما كاينش واحد القانون اللي تيلزمهم انهم يكونوا فاعلين اجتماعيا. يعني في حين انه بالنسبه يعني المقاوله في النظام ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي ملزمه بالقانون انها تخلي واحد القسط من الارباح ديالها للعمل الاجتماعي. فهنا هذا هو الاختلاف الاساسي انا بالنسبه لي، التدبير الديمقراطي، التدبير التشاركي، التدبير لابد انه يحط البعد الاجتماعي في يعني في الاموال او في توزيع الارباح داخل المنتج. ولكن فخصنا نديروا في راسنا بانه فيما يخص المسلسل الانتاج ومسلسل اداره الـ يعني المشاريع فهي نفسها تحتكي بنفس المؤسسات ديال تدبير المقاوله. فلا يعني فرق ما بينهم الا في الاسس الاساسيه اللي ديال التدبير. هذا باش نعطي واحد وجهه النظر. فهنا يمكننا ان ندخلوا في نقاش مثلا هل الجمعيات خصهم يدخلوا في الاقتصاد الاجتماعي ولا لا، فدائما خصهم يدخلوا هذا المبدا عندنا. فمن بعد هذا التعريف فانا ما غاديش نطول عليكم فيما يخص لانه سي عفني راه قال الكثير في هذه البلدان. انا اللي بغيت نتكلم عليه هو في الحقيقه هما شنو هما الاسس ديال اي وضع استراتيجي. فاحنا كما تعلموا بان المغرب او الحكومه وضعت استراتيجيه وطنيه للنهوض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واللي ان شاء الله نهار الاربعاء غادي تكون واحد المناظره حول هذا الموضوع يوم الاربعاء اللي غادي تكون هذا، وان شاء الله غادي نخاطوا فيها يعني وغادي نشاركوا باش اننا ننميو النقاش وكذلك ندافعوا من تراجع. وحنا تعلم ولات عندنا مساله ترافعيه اكبر من هي يعني اغناء النقاش، لانه لابد خصنا نوضعوا هذا الاقتصاد يكون واخد المكانه ديالو. فكما قلت ان هذه الاستراتيجيه الوطنيه لابد ان باش نكرسوا الجهويه لابد ان خصها تفرع عليها استراتيجيه جهويه. ولماذا لا استراتيجيات اقليميه؟ فكانت واحد المحاوله باش نوضعوا استراتيجيات اقليميه الا انها باءت بالفشل باعتبار انه ما كانش الفاعلين في الميدان، لانه اللي تينقص بانه يمكننا نوضعوا اي استراتيجيه ولكن ما نلقاوش منفذين الاستراتيجيات في ارض الواقع. فهنا تبقى عندنا اشكاليه، تبقى غير كلام فضفاض يبقى مكتوب في اوراق الى اخره. فلا فائده من استراتيجيه بدون تنزيل هذه الاستراتيجيه بدون منفذي هذه الاستراتيجيه في الارض. فكانت هذه المحاوله الا انه كان لا احد مسؤول على جهه ولا احد مسؤول في داخل يعني ولا تنظيم. فهنا الان على الجهويه ومع انه عطاو للجهه واحد الاختصاصات ديالها، فما بين الاختصاصات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهذا مساله يعني مرحله راحنا في تقدم فيها في هذا الباب. فاذا الجهات هما مطالبين بوضع هذا هنا باش كنا بدينا يعني الكلام داخل الجهه حول وضع التصور
كيفاش غادي يمكننا نقوموا به. فبالفعل هو لابد ما نستندوا على الاستراتيجيه الوطنيه باعتبار انه لابد انه يكون عندنا واحد التناسق واحد التناغم باش ما يمكنش انه الاستراتيجيه الوطنيه تكون تتكلم في مكان ونكون تتكلم في مواد اخر. فاول حاجه هو اننا صدرنا الاكراهات هنا يعني، وهذا هو اللي بغيت نتكلم عليه انه الاكراهات وصلني للاستاذ انه يتكلم عليهم. هناك عده اكراهات اللي سيواجهها هذا القطاع. اولا الاكراه القانوني، وهنا تنبغي نكون موضح وعمر ما هو هذا الاكراه القانوني. اول حاجه اللي عندنا في الاقتصاد الاجتماعي في الضروري هو تحديد المؤسسات ديال الاقتصاد الاجتماعي في الضروري. الان اللي واضح عندنا في المدينه هو التعاونيات والتعاضد، وحتى التعاضديات راه ما تعرفهمش الناس، راه تعرفوا غير التعاونيات والتعاضديات راه القليل اللي تيفهم لانهم راهم داخلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. فاذا قبلتوا هذاك النجهه اللي تكلمت عليها انا بانه باش تشوفوا بان واش هذه تابعه للاقتصاد الاجتماعي ولا لا، راه غادي تبقى تلقى لانه كاين مجلس اداري له يعني قانون ديال التدبير ديالو، هو ماشي قانون ديال على الاسهم الى اخره. فتنحنا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وبان هذه الخدمه اللي ستقوم بها هذه التعاضديات هي خدمه اجتماعيه وبان ارباحها سترجع للمولود على المتعاونين، وبالتالي اننا نتكلموا احنا على الاقتصاد الاجتماعي. على كل حال اعترافا الدوله معترفه بالجمعيات وبالتعاضديات، ولكن هناك عده اطراف غير معترف بها. مثلا اعطيكم المثال ديال الجمعيات، وهذا احنا الان لنا الشبكه الجمعويه للبنيه الشرقيه لها يعني الايدونتيفيون فيسكال دي سي او اكسترا، عندنا كل المقومات الجدائيه اللي عندنا معترف بما في يعني الجبال خصنا نأديو الواجب ديالو. بالتالي عندنا حنا شنو الهدف ديالنا شنو تنديرو؟ حنا تنديرو خدمات اجتماعيه، منها التكوين، منها يعني التقطير ديال التعاونيات الى اخره. وكاين التكوين تنقوموا به وربما انه تيكون هناك استخلاص ديال المساهمات ديال الناس، وبالتالي المساهمات واش حنا تنفرقوهم علينا حنا؟ تفرقوا على حنا المنخرطين في هذه الجمعيه؟ لا، فهذاك المال هو اللي تنجمعوا فهي تنرصوها تنسخروها ولا تنصرفوها على واحد الصندوق اللي عندنا الى اخره. فبالتالي هذيك راه الارباح ديالنا غير موزعه على الاسهم ديالنا، فحنا ما عندناش اسهم اصلا. فبالتالي هذه يعني جمعيه تنبغي نقول لكم بانه هذا المثل هذا ربما انه خصو يكون في الاقتصاد الاجتماعي. وهذه هنا القانون اللي تيوضح لنا الدور ديال الجمعيات في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره. ثانيا كاين هناك ما يسمى بالمقاوله الاجتماعيه، واللي كاين واحد هناك نقاش كبير حول المقاوله الاجتماعيه، فهي الهدف ديالها والخدمه ديالها اجتماعيه، وربما ان الاموال ديالها ستكون يعني اللي تستخلصوا في هذا العمل ديالها غادي يكون في الخدمه ديال المجتمع، وبالتالي انها خصها تدخل. فلا بد من ان يكون هناك قانون واضح. هناك قوانين مازال ما واضحاش بالنسبه حتى للتدبير ديال التعاونيات. فالتعاونيات الاشكاليه الكبرى الان التي عانوا بها وهو القانون القديم اللي تيقول بانه المنخرطين هما تيشتغلوا تيخلصوا الارباح ديالهم من بعد ما تيقسموا كل ما هو قانوني ولا الجهات القانونيه. ولكن الى بغينا نحلوا التعاونيات بعد 20 عام المآل ديال هذوك الرأس المال ديال التعاونية فين غادي يمشي؟ فهو قانونيا خصو يرجع للدولة، وخصو يرجع يرجع للدولة فتيشوف بأن هذاك الإنسان اللي هو اشتغل وكد ودار واحد العمل وإذا غادي يسمح بأنه فهنا تدخل واحد الإشكالية كبرى في تدبير وتسيير ديال هاد التعاونيات باعتبار أنه ما تيخليوش هذاك النمو، لأنه تيبقى يخاف على أنه يساهم وبالتالي النمو ديال فهنا لابد اننا نوضعوا واحد القوانين اللي تعالج هذا مدخل رئيسي فيما يخص. هناك العنصر الثاني وهو ما يتعلق بالبيئه الاقتصاديه. البيئه الاقتصاديه سي لونفيرونمون اللي خصها تتكافئ. فالتعاونيات ولا هاد الهيئات اللي تيدخلوا تيلقاو راسهم بانهم قادرين على المنافسه الحقيقيه داخل السوق، وبالتالي انهم خصو توفر لهم واحد البيئه. اولا باش الأنشطة الاقتصادية تكون يعني ذات يعني لا على الناحية ديال الاقتصاد ديالنا هاد البلاد أنه خصو يكونوا تيساهموا في أنشطة معينة من أجل إذكاء ومن أجل يعني إغناء المشهد الاقتصادي، لأنهم هما براسهم يعني هاد التعاونيات والهيئات خصهم أنهم يمشيو لواحد القطاعات اللي هي منتجة واللي يمكن لها تكون عندها واحد المردودية عليهم.
هنا تيقصنا يعني كاستراتيجيه ان يكون عندنا واحد التشخيص واقعي ديال السلسله التوقيتيه داخل ما يسمى السيستيم ولا شين دي فالور اللي ماشي قيم المبادئ اللي تهضر على لا فالور ايكونوميك تكون بزاف تعرفوا بان المسلسل تيبدا من الموارد الاوليه وتوقع على تكوين وتخزين يعني نقل هذوك المنتوجات وفي كل عمليه الا كاين واحد القيمه مضافه اللي تتكون تما. حنا بالنسبه لنا الا قدرنا ان نوظفوا الاتصال الاجتماعي والتضامني في هذه السلسله التوقيتيه فغادي نكونوا عندنا ربح انه هو غادي يخدموا الاتصال هذه الهيئات وكذلك انهم هما غادي يضمنوا المردوديه ليهم في الاخر. فهنا هذه الاستراتيجيه لابد احنا جهه وهي نبداو من هذا المنطلق على ان يكون عندنا واحد النظره واضحه على شنو هما لي شين فالور اللي عندنا في الاقتصاد ديالنا وبالتالي ان يبقى توجيه وتاطير هذه الهيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في هذا الاتجاه. هذه كذلك في البيئه الاقتصاديه هناك قضيه التمويل فتعرفوا بانه من الامور اللي تتخص بهذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني انه عاده هما الناس اللي تيكونوا فاقدين راس المال لانه اصلا كون كان عندهم راس المال راه تيمشي كل سنه هو المقاوله وما خصوها تصدع الراس. انا نقول لكم صراحه الانسان تيجي عندي وتيكون عنده هو دار وكذا شي ما تتوجه للعمل يعني التضامني لانه تتقول بانه الا كان انت عندك راس المال سيوظفوا بعدا ويخدموا به. حنا بغينا نوصلوا الاقتصاد الراسمالي للحد ديالو باش يخلي المتنفس والاقتصاد الاجتماعي التضامني وحنا عارفين بانه راس المال راه وصل راه ديجا راه هذا العمل وهذا الشوماج وشي كامل تيبين لنا بان راه الراسماليه اللي كانت مطلوقه يعني المسرح ديالها وصلت للحد ديالها هذا الشيء اللي قدرت ديرو راه درتو وحنا ما غاديش نتخلاو عليها ما غاديش نقول لهم راه حيدوا راس المال ولا ما نخليهم حتى يوصلوا للفه ديالو غتبقى لنا واحد لا مارج 40% وهذا هو العمل ديالنا اللي غادي لان هذيك القيمه المضافه اللي غادي تخلق تحل واحد فاذا التمويل هو اساسي باعتبار ان هذه المنظمه تكون عندهم موارد صحيحه فحنا تنحاولوا اننا يكون عندهم عبر يعني الاستراتيجيه ديالنا ان تكون لها تمويل وكذلك في قضيه السوق والتسويق فعاده انه في البدايه ديالهم التسويق ديالهم تيكون صعيب وبالتالي انا خصها تضعف هنا الجهات بالتنسيق مع الوزاره ومع المصلحه اللي كلفها بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ماشي مصلحه هي فالمديريه ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فكاين واحد عده انشطه وعده شبكات فيما يخص هذه المعارض الاقليميه اللي مؤخرا الاربعه اللي تنظموا عندنا في الجهه ديالنا في التازه في ميسور ميسور لا ميسور ماشي كل منال ميسور ميسور تاونات وخا مشيت لميسور ولكن ما عرفتش واش نقول مال ولا ميسور على كل حال لهم تاولات والحج فهذو الاربعه ديال الاقليم وان شاء الله كان مقرر يدخل المعرض الجهوي في ديسمبر الا انه كان واحد الاشكاليه ديال اللي غادي يقوم بهذيك العمليه فالان غادي مقرر بان تكون في جونفي نسيب لكم هذه المعلومه غير كان انكم عندكم واحد الاختبار بالتعاونيات فبالتالي انكم خصكم تعلموها لانه في اخر المطاف خص واحد العمليه تاطيريه فاذا ما وصلوش الاخبار راه هو غادي يجي حنا هذا هو غادي يكون ان شاء الله هذه العمليه ديال التسويق هي جد مهمه فكان كذلك عندنا واحد عده تعاونيات تتوصل حتى 30 تعاونيه من الجهه ديالنا اللي تشارك في المعرض الوطني وكذلك الشبكه الجمعويه دائما حاضره في هذا المعرض الوطني في المحاضره فحنا تنحاولوا ان نكونوا حاضرين كجمعيات ديال التقطيع وهنا تننتقل للنقطه الثانيه وهو عمليه ديال النقطه الثالثه كما قلت بان هنا قضيه التقطيع الهيئات التقطيعيه فيها نوعان كاين المؤسسات ديال الدوله وهنا ان هذا القطاع لابد انه من نمكنوه من المؤسسات ديالو فتتعرفوا بان هناك مثلا الاقتصاد العادي والاقتصاد الراسمالي وهي الغرفه اللي تتمثل غرف فكاين الغرفه ديال التجاره والصناعه والى اخره كاين الغرفه ديال الفلاحه ولكن عمرنا سمعنا بان هناك غرفه ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهذا امر اللي خصنا لابد من فاش نعطيوه واحد القيمه
واضحة وبأن يكون عنده يعني فاعل بالاقتصاد، فبالتالي تكون عنده في الغرفة. فهنا تنعرفوا بأنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامن أصبح له اعتراف تام في الهدف وتولي تيشكل واحد العملية. فهذه المؤسسات هما مؤسسات قرية ومنتخبة وتتراث على أجل العملية. هذه المسألة اللي حنا كنتم. ثانيا أنه في هذا الإطار أنا مش منطوش عليكم هو قضية التقطيع. هنا لا بد من تمكين المجتمع المدني والاحزاب لتغيير هذه العمليه، الا انه الاحزاب تغيير الاحزاب تتولي قضيه شويه صعيبه في البلدان، ولكن اذا كان الاحزاب تقوم بالدور ديالها الترافعي على الصعيد الوطني، ولانه في اخر المطاف راه تشكيله الحكومه وهذا تكون بين يد الاحزاب، فاذا كانت الاحزاب انها ترافع من اجل انها تصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزاره خاصه بها، فهنا راه كنرفعوا من هذا المكانه ديالها، لان راه حنا راه كنتكلموا على مديريه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وما كنتكلموش على وزاره، كما انه كان واحد الدفره يعني واحد المره يعني واحد الخطوه للامام هو ان الاسم ديال الاقتصاد الاجتماعي اللي يصبح واحد الوزاره كاين متواجد، ولكن هذا الشيء غير كافي. المؤسسات اللي تنتكلم عليها المؤسسات المنتخبه وكاين مؤسسات الدوله، اللي الان حنا تنعرفوا كاين المكتب الوطني لتنمية التعاون، عندنا BDS، عندنا واحد عدة هذاك اللي كل واحد تيخدم بدون التقائية، هنا لابد من الالتقائية توضع، والالتقائية هو خلق هيئة أو وكالة اللي تهتم بهذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وتمكين المجتمع المدني للتغطية ومواكبة بعدا بالإمكانيات اللازمة. فحنا مؤخرا تنشوف بأن يعني وزارة العدل أو اللي مكلفين بحقوق الانسان انهم بداوا يرتبطوا بهيئات مجتمعيه من اجل وتيربطوا واحد الشراكات من اجل النهوض وتكون هذه الشراكات واضحه الى اخره، فما دلنا انه المجتمع المدني انه كذلك يكون عنده هذا الضغط وتكون واحد الارتباط واضح. تنجي للنقطه الاخيره بهذه المنظومه ديال الاستراتيجيه، وهو ان هذا الشيء كامل ما يمكنناش نسيروا وما يمكنناش نوصلوا للاهداف يعني الا بوضع واحد النظام تقييمي، يعني لاننا ما كانش عندنا ان سيستيم سوي دي ايفالياسيون، فلا ما غاديش يمكننا نمشي. شنو هو يعني الاسس ديال هذه الاستراتيجيه؟ وهو وضع او خلق مرصد الاقتصاد الاجتماعي التضامني على صعيد كل جهه جهه، وحنا في جهتنا فاس الان بصدد يعني مناقشه الكيفيه ديال وضع هذا المرصد. فباش نعطيكم وجهه نظري في هذا الباب، لانه مازال عندنا خلاف فيما يخص كيفيه التوجيه، فعندكم في الرباط عندكم مرصد الاقتصاد الاجتماعي التضامني بواحد الاشكاليه، بواحد يعني واحد التنظيم هو تابع للجهه، وبالتالي انه كتكرر الارتباط الوطيد والعضوي مع الجهه تتخلي انه تبقى المرصد كانه هيئه يعني اداريه محضه. فاحنا الان حنا بغينا نوضعوا في داخل الجهه ان تكون عندنا واحد المرصد مستقل بموارده وب يعني طرق عمله وبموظفيه حتى يقوم بواحد الدور. ففي نفس الوقت له هدفان باش نوضعوا هذا المرصد بهذه الطريقه، اولا انه يكون خدمه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بانه اللي بغى يساهم فيه مرحبا به، ولكن في نفس الوقت انه اللي تيشتغلوا في المنصب يعرفوا راسهم بانهم خصهم يشتغلوا ولا بغاو يبقاو خدامين في هذا. فهنا غادي نهضوا بالحكامه ديال هذا المنصب حتى يقوم بالدور ديالو، ووضع المنصب هو اساسي في الاقتصاد وفي اي استراتيجيه اللي غادي نديروها. الا كانش عندنا واحد المنصب وما عندناش واحد المنظومه ديال التتبع وديال التقييم، فغادي يكونوا ما عارفينش راسنا في القادين، وبالتالي انه ما غاديش نحققوا الاهداف اللي حنا فيها. فهذو هما يعني باش ما نطوفوش عليكم كلام كثير في الميدان، ولكن هذو هما الاسس حتى ندير الخلاصه. انا قلت ان ربما الرفيقه الذي راني غادي نستقبل من الخلاصه، ولكن عندهم انه الاقتصاد الاجتماعي التضامني هو واحد الرافد من الروافد ديال الاقتصاد اللي تيوضع الان تحديات كبرى امامنا بتفعيله في ارض الواقع حتى ينتج ما يمكن انتاجه، وكذلك انه واحد الاسس من الاساس ديال من الاسس ديال التنميه المستدامه اللي غادي تخلي اننا حنا يكون ندمجوا جميع المواطنين في
المنظومة الاقتصادية حتى الأهلوه سياسيا، لأنه أنا في الحقيقة قاعد نتكلم مع الناس على السياسة والشعب المحلي إلى آخره، رغم هذاك الهاجس ما تيكونش عندهم إلا لحليتهم المشكل الاقتصادي، والناس اللي تيكون عندهم الإشكال الاقتصادي في الوفات ما عاد يتكلموا على السياسة ويتكلموا على الشعب المحلي. فيما يخص التعريف، تعرفوا بأنه الطريقه ديال التسيير الاجتماعي والتضامني، الاجتماعي والتضامني مبني على الديمقراطيه والتشاركيه وعلى العنصر البشري، ففي خلاف انه راس المال المالي هو اللي يسير الاقتصاد الراس المالي. مقومات اي استراتيجيه اللي لا توضع فلا بد ان يكون عندها فاعلين في الميدان، ومن المقومات الاساسيه ان يكون عندنا واحد البيئه اقتصاديه مهمة ومنتجة للهيئات والمجتمع المدني. ثانيا ان يكون عندنا واحد النظام قانوني يحمي ويحل المشاكل ديال هذا القطاع. ثالثا ان يكون مؤسسات اللي تتمثل هذا القطاع الاجتماعي والتضامني في المنظومة الديمقراطية ديالنا. ورابعا انه يكون كذلك واحد الهيئات المجتمعية والمجتمع المدني تؤطر بطريقة جيدة. واخيرا ان علينا وضع نظام للتتبع والمتابعه سيستم سويفي ايفالواسيون لتقييم هذا العمل، حتى يمكن يكون عندنا واحد المقوى باش يمكننا نسيروا هذا القطاع الى باش يحقق الاهداف ديالو التنمويه. وشكرا لكم. خلاصه فيها اربعه ديال النقاط، ولكن نتكلم على واحد المساله مهمه جدا في البدايه ديال المداخله ديالو، هو الإشكالية الكبرى الموجودة على التراب الوطني هي المجال القروي، وكذلك التجربة ديال الأستاذ في العمل الجمعوي والشبكة الجمعوية التي تشتغل وتنشط في هذا الميدان. إذا عقد الأستاذ، واش نعاود لكم ولا نتصلوا نزيدوا؟ صلى سانتيز. اوكي، alors الكلمة للأستاذ منير الزوي. تحية وشكر للرفيق رضيا والرفيق نبيل اللي تعطينا الفرصة باش نكون معكم في مكناس في هذا اللقاء اللي هو مهم في الحقيقة، واللي كنشكروا المكتبة الإقليمية ديال مكناس على تنظيمه وعلى يعني الحسن الدين وكنتمنى أنه يوصل النتائج المرغوبة يعني المرجوة منه. الحقيقة أنا العرض ديالي كان هو حول يعني الاقتصاد الاجتماعي الرقمي كأساس نموذج تنموي جديد اللي كيتوخاه المغرب، واللي مفتوح عليه واحد الورش ديال الحوار. ما له ما مشاش الطريقة اللي خصو يمشي بها، لأن خصو يكون مؤسساتي، وكتخص الحكومة يكون عندها واحد الدور يعني في تأطير هذا النقاش، وفي يعني وجعلو يعني نقاش عمومي ولكن مؤطر بشكل مؤسساتي، لأن الوقت ما كيرحمش، والمغاربة والاحتياجات ديالهم ما بقاتش يعني كتحتاج الانتظارية أكثر، وبالتالي خص الحقيقة كنهضر ورش. أنا كانت الدعوة تقريبا من هذه واحد السنتين، وحنا يعني كانت دعوة ملكية في إطار مجموعة من الخطابات باش نشوفوا هذا الورش هذا، ونشوفوا أوراش أخرى مرتبطة بالشباب ومرتبطة يعني بالمرأة، وهذه كلها مالوغوزمون ما كانتش كتلقى تجاوب كبير من يعني من الحكومة يعني كان أكثر هذا الورش يعني العمومي في التشاور. في الحقيقة أنا غنبدا يعني المداخلة ديالي باش واحد الركائز اللي ركز عليها الخطاب ديال الملك، واللي كانت يعني في الخطاب ديالو حول هذا النموذج التنموي، اذا كان هو اكد على ان التنميه خصها تكون متوازنه ومنصفه، اكد ان هذا النموذج التنموي كذلك خصو يعطي الكرامه للجميع، خصو يخلق لنا الدخل وفرص الشغل خاصه للشباب، كذلك الابداع والابتكار في طرق تسيير جديده تكون مبدعه، وكذلك المفهوم الشمولي للتنميه سورتو في السياسات العموميه خصها يكون عندها البعد ديال انها تكون شموليه، وبالتالي تخلق ذاك الانسجام وذاك التناغم يعني اللي هو مفقود حاليا في السياسات العموميه اللي كاينه في المغرب.
كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذه من الأساسيات ديال أي عمل يعني مستقبلي، سيرتو أنها من المطالب العادلة ديال المجتمع المغربي. يعني المغاربة اليوم ولاو كيطالبوا أن خص تكون شفافية، حتى منين تكون يعني إقالات أو منين تكون هذا، تكون عندنا يعني كنتحدثوا على الأسباب ديال هادشي، وتكون يعني ضروري هذا المبدأ ديال المحاسبة حاصل في تدبير الشأن العمومي. وكذلك أن هذه السياسة العمومية خصها تكون كتستجب مع الحاجيات ديال المواطنين، والهدف ديالها هو ضخ دينامية جديدة في هذه السياسة العمومية. بطبيعة الحال اللي كنشدوا هذا الخطاب هو كيركز أساسا على جزء يعني على واحد الشيء أساسي، هو أننا كيفاش نخلقوا توازن بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي. لأن المغرب واحد الوقيتة كان مسار قوي في الجانب الاقتصادي، سيرتو اللي كيدعم القطاع الخاص بشكل كبير، ولكن عطاتنا إشكالات اجتماعية، سيرتو أن القطاع الاجتماعية ما تعطات لهاش يعني الـ يعني الـ يعني الـ القوة اللازمة باش تأدي الأدوار ديالها باش تخلق لنا هذاك التوازن. طبيعة الحال الفكر اللي خصو يكون شمولي للسياسات العمومية كما قلنا، باش تكون عندنا يعني داك التناغم وديك الالتقائية ديال هاد السياسات، وكذلك هاد السياسات تولي ناجعة وكتحقق لنا ديك الأهداف، وبالتالي المواطن يشوف الأثر ديالها. لأن حتى إلا كاين اليوم مجهود كتبدلو في الدولة وكتبدلو يعني الحكومة أو مختلف المؤسسات، فالمواطن مكيشوفش الأثر ديالو عليه، وبالتالي الإنعكاس ديال هاد السياسات ما كيحسبناش على المواطن. بطبيعة الحال وفق واحد الأسلوب ديال التسيير خصو يكون جديد. هذا الشيء كله اللي كنجيو نناقشوا هاد يعني كنشوفوا هاد الركائز اللي ركز عليها الخطاب الملكي، فبالنسبة لي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن كنقولوا هي منسجمة معاش مع القيم والمبادئ ديال التدبير ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وكذلك مع فهمنا الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، حيث أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامن في المغرب وسيرتو حنا في الشبكة كنقولوا أنه مكمل، لأن كاين في العالم اليوم جوج كاين اللي كيقول هو يعني بديل، وكاين اللي كيقول مكمل. حنا كنقولوا بعد يعني مرحليا نقولوا مكمل، غير تاكسيكيا بعدا نستعملوه هذا الشكل. علاش؟ باش ما ندخلوش منافسة مع القطاع الخاص أو مع القطاع العمومي، وبالتالي هذا الاقتصاد كنعتبروه كذلك أن كيمنحنا مجموعة من البدائل للقيام بتنمية منصفة وعادلة. الهدف ديالو كما قلنا هو إحداث توازن بين النجاح الاقتصادي والإنصاف والعدالة الاجتماعي واحترام البيئة واحترام حقوق الإنسان وتطلعاته وحياة كريمة. كي كنجيو نشوفوا هذا الشيء كنشوفوه هو أنه من المطالب ديال المجتمع المغربي، وهو محور الخطابات كلها الأخيرة في هذه الوحدة السنين ديال الملك. وبالتالي كذلك هو من هذا يعني الركائز اللي ركز عليها الخطاب او لا عطاها كاسس ديال بناء نموذج تنموي جديد، هي منسجمه مع القيم ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي حنا في الشبكه كنجبدوها في هذه الخمسه ديال القيم: التضامن، الكرامه، الديمقراطيه والاخوان كنتحدثوا عليها كشرط اساسي في هذا الموضوع، المساواه والعداله الاجتماعيه. كذلك مبادئ التدبير ديال المؤسسات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهنا لازم نمشي لواحد الحاجه، ملي كنقولوا المؤسسات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي يعني هي التعاونيات، التعاضديات، المقاولات الاجتماعيه كوافد جديد، وخيط ما عندناش قانون خاص بها في المغرب. كذلك يعني المؤسسات ديال القروض الصغرى، لي فونداسيون، المؤسسات. ولكن حنا في الشبكه المغربيه كنقولوا هذا اللابيل ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما خصهاش تعطل كلشي، لأن اليوم كاين تعاونيات، كاين واحد هو اللي داير التعاونية بشكلها، الناس حتى اللي معاه أعضاء متعاونين واش كبارهم ولا ما كبارهمش، ولكن هو لأن عنده فرصة ديال التمويل، فهو يعني كيدير ديك المؤسسة بشكل اللي هو بغا، وكيبقى هو المسيطر على القرار، والمسيطر على العملية ديال الإنتاج، وكذلك المسيطر على الأرباح، وبالتالي فيعني هاد المبادئ ديال التدبير ويعني يعني ليفالياسيون ديال المؤسسه، اي مؤسسه خاصها تمشي على هذه المبادئ ديال التدبير اللي كنجبدوها في الشفافيه، يعني خصو يكون شفافيه في التعاملات الماليه، في القرار الى غير ذلك، التقاسم، نتقاسموا المعلومه والخبرات، كذلك الالتزام، سيرتو هذه كتبان في التعاضديات والجمعيات. علاش؟ لان المدبرين ديال هذه المؤسسات هما متطوعين، ولكن خصو يكون عندهم واحد الجانب من الالتزام تجاه المؤسسه اللي هما فيها باش يقدروا يحققوا الاستدامه ديال تحقيق الاهداف. كذلك المحاسبه واللي هي مطلب كما قلنا اساسي في هذه العمليه. الاهداف ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حنا كنشكلوها يعني في الشبكه في هذه الاشياء واللي هي اليوم محتاجها يعني المغرب.
تعزيز المشاركة ديال المجتمع المدني والمدنية المستدامة، إنعاش التفكير في البدائل الاقتصادية، لأن لا اليوم عندنا كنقولوا عندنا ثروات طبيعية وعندنا خبرة وعندنا واحد وصاوه عند النساء عند الشباب عند يعني الساكنة في الجبل في المحيط في الصحراء إلى غير ذلك، ولكن خصنا يكون عندنا واحد النوع من يعني من الإبداع في البدائل اللي يمكننا نخلقوها انطلاقا من هذه يعني القدرات البشرية وانطلاقا من ديك الثروات الطبيعية اللي متواجدة عندنا في المجالات. كذلك تعزيز خط التوازن الجيد حول الاستثمار، لأن اليوم إذا كنقولوا اليوم في المغرب كاين استثمار وكاين مشاريع مهيكلة كبيرة، فالإشكال اللي وقع هو أن ما كاينش واحد التوازن جيد حول هذا الاستثمار اللي كاين. تدليل الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهذه أساسية، لأن اليوم عندنا مناطق عندها حدود أوفر من التنمية وعندنا مناطق عندها حدود أقل من التنمية، ولازم علينا نخلقوا واحد يعني واحد الآليات أو واحد الصناديق باش ندلوا هاد الفوارق، رغم أن كاين مجهود حاليا سيرتو في الانبهاش في البرنامج ديال الفوارق المجالية، كذلك صندوق التضامن بالجهات، ولكن الإشكال أن هاد الشيء كله سياسي يعني برامج عمومية ما ينفعلاش بالشكل المطلوب، وكذلك حتى إذا كانت مفعلة في جزء منها ولكن الجزء اللي مفعلة فيه ما ينفعش بالطريقة التشاركية الصحيحة وما ينسجمش مع الحاجيات اللي عبر عليها الخطاب الملكي أننا خصنا نتجاوبوا معها. خلق دينامية وطنية للتضامن والتآزر، وهذه من الأهداف المهمة كذلك. بطبيعة الحال خصنا نشوفوا الوضعية ديال هذا، لأن اليوم إذا كنقولوا هذا القطاع هو يعني هذا النموذج التنموي خصو يعطينا واحد المساحة كبيرة من الاقتصاد الاجتماعي التضامني، بحكم ان هذا الاقتصاد كينبني على العداله الاجتماعيه وكينبني على الحقوق الانسان وغير ذلك، ولكن خصنا نشوفوا الوضعيه ديالو اليوم بعدا فين حنا ماشيين، باش نعرفوا واش فعلا كاين اليوم رغبه سياسيه قويه باش نمشيو لقدام. الاشكال اللي عندنا هو ان كاين نقص في مجال توحيد الرؤيه والقوانين المدبره لهذا النوع من الاقتصاد، بحيث ان عندنا اشكالات في مجموعه من القوانين الحاليه وكذلك حتى مجموعه من القوانين اللي هي موضوعه في البرلمان كمشاريع قوانين فيها بالعكس تراجع المكان، وغنشوفوها في الاخير ان شاء الله. هي المناهج وبدائل الاقتصاد الاجتماعي والسياسات العموميه الاساسيه، حتى اذا كانت سياسات عموميه فهذه السياسات العموميه ما عطياش واحد الحيز فيها لهذا النوع من الاقتصاد، رغم اننا في المغرب كخيار خدينا كخيار، ولكن ما خديناش ك يعني كمحور اساسي في السياسات العموميه. تركيز البرامج على التعاونيات وهي الحلول الاخرى بجانب بطبيعة الحال إذا كتشوفوا ملي كنهضروا على الاقتصاد الاجتماعي التضامني كل شيء كيمشي عقلو فقط للتعاونيات وكيفاش نشتغلوا معاهم. صناديق التمويل ضعيفة، وهذه مقارنة مع الدول الأخرى بالنسبة لنا حنا في المغرب، حتى إذا كانت برامج فهي ماشي يعني ديزينية بشكل مباشر للمؤسسة ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، فكل برنامج كيستهدف الهدف منها حتى يعني يا إما منطق إحساني سيرتو في الانبهاش عاونا ديك الجمعية مساكين، عاونا ديك التعاونية مساكين، بمعنى ما كاينش منطق ديال يعني تنمية هاد النوع من الاقتصاد. ضعف في القيام الجهات والوزارة المعنية بمهامها في تنمية هاد الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وهذه إشكال. علاش؟ لأن كنلقاو إشكال عند الجهات، حنا ما عرفاش شنو هو الاقتصاد الاجتماعي، ما عرفاش المؤسسات ديالو، وبالتالي كنشتغلنا غير مع التعاونيات. اليوم كنشوفوا غير هذه الفوار اللي كيديروا اون كوغوني ريجيونال ولا ناسيونال، ولكن الاشكال اللي ملي كدير واحد ايفاليسيون من هذه الفوار شنو كتلقى؟ انك تصرف فيها مبالغ كبيره وما كتعطيناش المردوديه اللازمه، حتى الى خدينا شي في الدفتر اللي كيروجوا دوك التعاونيات في دوك لي فوار ما منساجمش حتى مع شنو صرفنا على هذه الفوار هذه في الوقيته اللي بديك الامكانيات يمكننا نخلقوا يعني اليات ديال الدعم قويه يعني لهذوك التعاونيات والجمعيات والتعاضديات، وكذلك نفتح لهم فرص كبيره باش يطوروا هذوك المغادرات المحليه. وحتى ملي كنجيو نلقاو الجهات والوزاره فهما باغيين هما يديروا الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، هما ينميوه بنفسهم، وهذا خطا. علاش؟ لان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كيرتكز على المبادرات اللي مرتبطه بالمجالات الترابيه، وبالتالي خص الجهات والوزاره المعنيه بالعكس هي توضع الاليات وتفتح الفرص باش هذوك المبادرات المحليه اللي مرتبطه بالمجالات الترابيه تنمي راسها وتعطي فرص للتطوير.
الاخطاء اللي كاينه اليوم عندنا في المغرب هو اعتبار هذا القطاع هذا النوع من الاقتصاد قطاع وعطى ودرناه في الحكومه واحد المرحله حتى في الشبكه المغربيه كنا كنرافعوا على هذه العمليه. علاش؟ لان كنا كنقولوا غنوصلوا واحد الاعتراف رسمي ملي غتكون عندنا وزاره، ولكن باش تكون عندنا وزاره خاصها بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني هذا خطا، لان خصو يكون عنده واحد المظهر افقي في جميع القطاعات الحكوميه. خص التعليم يكون عندنا حاضر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في الصحه في جميع القطاعات. استعمال هذا الاقتصاد لمعالجه الفقر فقط ولا معالجه القطاع غير مهيكل وهذا اشكال، لان اليوم كنقولوا فقط باغي نعالجوا الهشاشه بواسطه هذا النوع من الاقتصاد، باغي نعالجوا فقط، ما كنفكروش اننا يمكن يكون مشاريع استثماريه كبيره حملها هذه المؤسسات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي اللي غتخلق لنا قيمه مضافه اكثر وغتخلق لنا فرص تشغيل اكثر. وعندنا نماذج، عندنا كوباك، عندنا كوليمو، عندنا مجموعه من المؤسسات اليوم اللي هي كبيره ولات كتنافس القطاع الخاص. هاد النماذج بحال هذه هي اللي ممكن تخلق لنا يعني لا الربح المادي الكبر ولا تشغيل اكثر، وتقدر تكون كنموذج يحتذى به الشباب والنساء في مناطق مختلفه يزيدوا يطوروا. تسييس هذا القطاع وهذه اشكاليه كبيره، توظيف هذا القطاع هذا النوع من الاقتصاد برامج التعاون الوطني الدولي للاسترزاق، وهذا اشكال، لان اليوم حتى ملي كنجيو نشوفوا لي زاسيس ناسيونال اللي غادي يداروا نهار الاربعاء والسي حاجي مشى فيهم غنلقاو ماشي لي زاسيس ناسيونال ولاو انترناسيونال، لان كان خصهم يسميوهم هكا ما خصهمش يسميوهم ناسيونال، لان ناسيونال خصو يكون حاضر يعني ناسيونال في التقطير اكثر. الاشكال ان الانترناسيونال هو اللي حاضر اكثر، هو اللي معطيه له اهميه اكثر، والبعد الجهوي ما ممتدش بشكل. علاش؟ لان اليوم في المغرب الا بغينا نبنيو نموذج ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مغربي، لان ما كايناش وصفه في العالم، كل مجال ترابي غادي يبني النموذج ديالو، خصنا نربطوه بالمجالات الترابيه ديالنا اللي اليوم هي الجهات وهي التقاليد، وبالتالي خص يكون في هذه زاسيس ناسيونال خص تكون التجارب المجاليه حاضره في هذه زاسيس هذه. علاش؟ لان الهدف هو ملي نفتحوا نقاشات بحال الشكل هو اننا نقويو النموذج ديالنا الوطني، اما هذا الشيء اللي كيبدا اليوم خصهم يسميوه انترناسيونال احسن سيميو ندخلوه بعدا في الدبلوماسيه الموازيه وفي الاشعاع ديال المغرب في المجال العالمي. المنطقه الشرقيه اللي كنشوفوا حنا اليوم هي يعني الفضاء المناسب لفتح حوار اعمق حول هذا النوع من الاقتصاد. علاش؟ لان كنشوفوا ان خص المواطنين يفهموا وخص المدبرين يفهموا باش يمكننا نزيدوا به لقدام. لان بعدا نشكر الحزب التقدم الاشتراكي من الاحزاب الاولى في المغرب اللي داروا البرنامج الانتخابي ديالهم وركزوا على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولو كان يعني كان ديجا تحسيس الاقتصاد الاجتماعي وكان استيعاب ديالو كانت غتكون النتائج افضل. كذلك ولكن الاشكال عندنا تحديات، لان اليوم عندنا قانون مشروع قانون ماشي قانون ديال الاقتصاد ديال قانون الاطار ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولكن غير مشروع وشطر البرلمان. واليوم خص التقدم الاشتراكيه والفريق النيابي ديالو والفرق النيابيه الاخرى سيرتو اللي حامله تكون عندها واحد المرافعه قويه باش هذا القانون يخرج، لان المالوغوزمون شنو اللي كيبان ان كاين لوبيات هي اللي موقفه هذا الشيء، كما يعني كانت وراء حول مجموعه من القوانين الاخرى سيرتو القانون ديال التعاضد ولا كذلك القانون ديال التعاونيات الجديد. هادو وهذا القانون ديال التعاونيات كنلقاو فيه جوج اشياء خطيره على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. اول حاجه حنا في القانون القديم كان عندنا الاعفاء الضرائبي يعني مكسب، في القانون الجديد ما كاينش اشاره ليه. في الاول حتى المعنيين بهذا القانون كيقول لكم ممكن تم اعفاء، مي مالوغوزمون في 2016 غادي يجينا ان اول مره في القانون ديال الماليه ان التعاونيات معفات من الضريبه، في 2017 غادي يجينا ان التعاونيات السكنيه خصها تأدي الضريبه والاخرى معفات، في 2018 التعاونيات السكنيه خصها تأدي الضريبه والتعاونيات التي كذا 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 معفات. كنتظروا هذا العام وجو راكم شفتوا قانون الماليات كيشرح حتى للجمعيات، وهادو يعني بين التراجعات الخطيره، لان اليوم واش حنا لان علاش كنقولوا واش كاين، لان الا كانت خيار ديجا واخدينو ديال الاقتصاد الاجتماعي خص التعبير السياسي
يكون منسجم مع هذه الخيارات، وبالتالي خص يكون عندنا استمرارية في دعم هذا النموذج أو هذا النوع من الاقتصاد باش يمكننا غدا حنا نقولوا راه خصنا في ناس دول أخرى سيرتو في النسبة ديال المساهمة ديالو في البي بي. كاين لي إشكال آخر هو التحويل. القانون الجديد ديال 112/12 عطى الحق يعني للتعاوني أن تحول شركة، وهذه خطيرة، لأن حنا واش أمام أننا كنخدموا الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ولا خدامين على القطاع الخاص؟ هذه سيرتو أن هذا شنو القانون كيقول لك؟ إلا خداو القرار بالأغلبية هذاك اللي ما وافقش ما محقوش اعترض، وبالتالي من حقه يدي يعني الأسهم ديالو يمشي أو لا شو يعني أو لا غادي ينسى يستيقظوا. كاين كذلك الإشكال الآخر هو مشروع مدون التعاقب، وهذه خطيرة حتى هي. علاش؟ لأن كان عندنا مكتسبات مشروع مدون التعاقب سيرتو التسيير الديمقراطي، كان المجلس الإداري هو الذي يسير وهو الذي يتحمل المسؤولية. مشروع جديد شنو كيعطينا؟ أن إدارة هي اللي غتسير ويتحمل المسؤولية المجلس الإداري. وهذه إلا كانت هاد زعما هاد القضية، أولا غتولي التعاقدية في المغرب ما دخلش في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، لأن ما غتكونش منسجمة مع القيم اللي هضرنا عليهم وبيناتهم على المبادئ ديال التسيير. كذلك منع التعاقديات أنها تفتح وحدات صحية، وهذه كانت عندنا مكسب حتى في القانون اللي كان من 67 من 63، فكان عندنا مكسب أن من حق التعاقدية دير وحدات صحية وتدير حتى صيدليات. اليوم هذا القانون هذه المدونه الا مشات توافق عليها او غوزمون درنا واحد المرافعه راه وقفت وخصها حتى فوق هذا القانون الدستوري باش تحل، علاش؟ لان رجعت بدات في المستشارين مشات للبرلمان ورجعت للمستشارين، وهذه فيها خصها فوقها ديال القانون الدستوري باش انتم كتعرفوا في المسارات هذه. وهذه يعني حنا اليوم خص طول يعني الاحزاب التقدميه وعلى راسها التقدم الشرقي خصو يدير مرافعة قوية، لأن هاد المدونة خصها تسحب وخصها ترجع في لجنة مختصة فيها حتى المعنيين سيرتو التعاقديات والمؤسسات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشافوا يعني بالعكس ما تنزلو قدام مشاو رجعوا لورا. التحديات هي قوية اليوم، سيرتو القانون اللي طالب نفسه التسريع ديالو، وحنا زعما أنا حب الشبكة اليوم هاد الاستقرار واحد الشهرين عندنا تفكير أننا نمشيو يا إما يعني نتعامل مع سيكون مع الفرق النيابية اللي عندنا علاقات بينها فريق ديال التقدم الشركي على أساس أننا نوضعوا مشروع آخر، لأن الدولة اليوم ما بغاتش تحكم هذاك المشروع اللي شاركنا فيه حنا كشبكة. ويعني كان حتى من بين الخبراء ديالنا كانت الأستاذة أسماء السي قاسم ديال هذا، يعني كانت من الخبراء اللي يعني صاغوا هذاك المشروع. كذلك أولا نمشيو يعني الآلية الأخرى ديال الترفع باش هذا القانون خصو يخرج بشكل سريع. القوانين الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامن كما شفتوا هاد القوانين سيكون ديال لا ديال الجمعيات لا ديال التعاقد لا ديال التعاونيات خصها مراجعة باش تنسجم لنا مع هذاك القانون الإطار، لأن سوف إلا جا القانون الإطار اليوم متفق عليه كما هو فمفروض مباشرة نراجع القوانين لأنها ما غاتكونش منسجمة معاهم. كذلك السياسات العمومية اليوم خصها تكون عندنا مدمجة ومشجعة لهذا النوع من الاقتصاد، سيرتو ملي كنهضرو على هذه السياسات العمومية يعني كنهضرو أن خصو يكون واحد الحيز فيها مهتم بأن يعني المؤسسات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يكون عندها نفس النصيب ديال القطاع الخاص. وهنا غنرجعو يعني الميادين اللي خصو يشتغل فيها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خصها تكون مفتوحة ليه جميع الميادين بحالو بحال القطاع الخاص. كذلك خصو يعني تفتح له الفرصة أنه يشارك في المناقصات ويعني والصفقات العمومية، لأن اليوم القطاع الخاص كيشارك، التعاونيات القانون يسمح لها بالمشاركة، ولكن لابليكاسيون ديال القانون صعيبة. علاش؟ لأن خصنا شي حجات أخرين قدام، لأن عرفت اليوم التعاونيات المحققات عمر، ولكن عندنا واحد المبدأ عام هو تساوي في شروط المنافسة. واحد معفي بالضريبة، واحد عنده واحد البورسنتاج الضريبة، واحد عنده 20%، بمعنى كاين إشكالات تطبيقية خصها تراجع في السياسات العمومية. كذلك يعني اليوم هذه المؤسسات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما خصناش نبقاو نشوفوها غير بالجانب الفني، لان اليوم راه 21,000 تعاونيه هو اكثر من نصف العدد ديال التعاونيات في العالم العربي، وهذا يعني تحدي كبير كيفاش نضبطوا هذا العدد هذا. انا اليوم مكتب 100 تعاون حتى في البرامج اللي عندهم
يلا هاد الحاجه كيوصل شي 500 ديال المرافقه وهذا الشيء كيأثر في العمل وهذا من الاشكالات الكبيره لان لا غير فوري تعطل البروسيدير ولا ونصاب. اذا هذه هي الاشكالات. كذلك حتى المؤسسات الوزاره اللي انت مثلا كتنظم او الجهات اللي كتنظم شي حاجه فهي كتعامل مع قطاع خاص. غدا حتى ملي غنمشيو لهاد ليزاسيس ولا حتى بلاصه الخاطيجي ناسيونال اللي كانت كتبدا مشينا لبيرو دي تيتر يعني القطاع الخاص كتعامل معاه في الوقيته اللي اليوم في المغرب عندنا مجتمع مدني من غير خبره ما يكفي حتى ملي كنمشيو لهاد القطاع الخاص كنلقاو خبره المجتمع المدني اللي كاينه تما. وهذا زعما اشكال خصنا يعني يكون عندنا هاد السياسات العموميه كتعطي لهاد القطاع الخاص هاد المؤسسات ديال الاقتصاد الاجتماعي فرصه كبيره وسمحوليه طوال. وشكرا. بغيت غير نضيف واحد المساله اساسيه هو المجتمع المدني اليوم عنده واحد الدور كبير فاش المرافعه الاعاره كما قال السي حاجي في التفكير في البدائل لان هذا اشكال اليوم يعني حتى كوبي كولي ديال المشاريع ديال لي زاجيتير ما بقاش مسموح به خصنا نفكروا اكثر تعديلات الخبرات المحليه وهذه مهمه لان الاقتصاد الاجتماعي والتضامن كيعطيها واحد المساحه فاش تقدر تبرز هذه الخبرات المحليه تعزيز التعاون جنوب جنوب سيرتو ان الا بغينا ندخلوا لافريقيا راه ما يمكنناش ندخلوا على القطاع الخاص وبالضوحه وبهذا خصنا نمشيو حتى الاليات ديال التضامن وديال اللي يكون الجانب الاقتصادي والتضامن يحاضر مع هذا البعد الافريقي بشكل قوي لان الدبلوماسيه الموازيه في هذا القطاع خصها الاخر يعني فيها مجهود وتعطى لها فرصه تعبئه الموارد والثروات المحليه سيرتو الاقناع لان عند المجتمع الوداني دور كبير في الاقناع ديال الساكنه لان في كثير من الاحيان شنو كنلقاو ان كاين مشاريع كتجي مرتبطه بثروات محليه او بامكانيات محليه ولكن كتلقى الساكنه ضد نفسها وبالتالي المجتمع المدني خصو يكون عنده هذا الدور او هذه الوساطه في الاقناع ديال الناس ماشي غير اقناعهم من اجل المشاريع فقط ولكن اقناعهم من اجل يعني الايجابيات ديال هذا النوع من المشاريع. وشكرا لكم.